على خلفية نشر تعليق على موقع علمي أمريكي مفاده سنفجر البيت الأبيض. تم في نوفمبر الفارت إيقاف 3 طلبة من المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير، ما أثار استياء طلبة المعهد الذين طالبوا بالإفراج عن زملائهم. سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس أكدت اليوم في بيان لها أن الحكومة التونسية هي من بادرت بفتح التحقيق في هذه المسألة بشكل مستقل. منع اليوم مجموعة من طلبة المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير من تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس مثلما منعنا نحن من التصوير. الوقفة كانت مقررة للمطالبة بالإفراج عن 3 طلبة موقوفين منذ 20 نوفمبر الفارت على خلفية نشر تعليق على موقع علمي أمريكي بعنوان سنفجر البيت الأبيض. تعليق وحسب تعبير كاتب عام المكتب الفيدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس بالمعهد كان سببا رئيسيا في ايقاف زملائه. ايقاف زملائنا كان نهار 20 نوفمبر بناء على استدعاء للجرجاني، مشاو بشكل طواعية واكتشفوا انه باش يصير معهم تحقيق على خلفية تعليق ساخر على موقع علمي امريكي. ما راع زملائنا اللي وقع استدعائهم 20 نوفمبر. فهو هذا التعليق؟ هما حسب ما هو متداول انه قالوا سوف نفجر البيت الابيض. لكن مش فجر البيت الابيض راه يهز طيارة ويمشي يفجر، مش يعلق من تونس. المهم وقع استدعائهم، مشاو طواعية، هما اصيلية منطقة الساحل. وقع احتجازهم منطقة الجرجاني إلى حد الآن ما خرجوش، هما توا نزلاء السجن المدني بالمرناقية. أيوب الغدامسي محامي الطلبة الموقوفين أكد أن ملف القضية خال من أي قصد إجرامي، واستغرب توجيه مثل هذه التهمة التي تندرج ضمن قضايا الإرهاب. يعني الوقائع هذه وقت نشوفوا الفصول النصوص الإحالة نتفاجئوا، يعني قضية إرهابية نتاع تخبيط سلاح، نتاع إيواء مسلحين، نتاع إيواء إرهابيين، نتاع تدريبات بالخارج، نتاع محاولة القيام بعمليات تفجيرية خارج حدود الوطن، في حين أنها مجرد رسالة على موقع نتاع بحث، والموقع هذايا فيه يعني إعلان عن مسابقة هي اللي وصلت الرسالة هذه إلى موقع السفارة الأمريكية. وحسب بيان أصدرته اليوم أكدت أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لم تتدخل في أي جانب من جوانب القضية، وعلى هذا الأساس يجب توجيه الأسئلة أو الاستفسارات حول الوضع القانوني لهؤلاء الطلبة إلى السلطات التونسية. حيوة.